شهدت العلاقات الفلسطينية المصرية تطوراً ملحوظاً في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث لعبت مصر دوراً بارزاً في دعم القضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والإنساني، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الرئيس محمود عباس، وظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر. ولعل أبرز الملفات التي كانت حاضرة خلال السنوات الماضية الوساطة المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم أخذت مصر على عاتقها مهمة الوساطة بين الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة الوطنية. وقد استضافت القاهرة عدة جولات من الحوار الفلسطيني بهدف إنهاء الانقسام الداخلي، ولقد أثمرت هذه الجهود عن توقيع عدة اتفاقيات كان آخرها في أكتوبر 2017، والتي شكلت خطوة مهمة نحو تحقيق الوحدة الوطنية. كما دعمت مصر الجهود الدولية الرامية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تبنت مصر موقفاً ثابتاً داعماً لحل الدولتين على أساس حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وقد أكد الرئيس السيسي في العديد من المحافل الدولية على ضرورة استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعا إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني. في العام 2021 تعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي. أعلنت مصر عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع. وقد بدأت الشركات المصرية بتنفيذ عدة مشاريع إعادة إعمار تشمل البنية التحتية والمساكن المدمرة، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان غزة وتعزيز صمودهم. أما فيما يتعلق بالدعم السياسي في المنظمات الدولية، فقد لعبت مصر دوراً محورياً في دعم القضية الفلسطينية في المنظمات الدولية، حيث دعمت القرارات التي تعزز حقوق الفلسطينيين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كما ساهمت في حشد التأييد العربي والدولي لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر على الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الحرب الإسرائيلية، وقفت جمهورية مصر العربية إلى جانب الحق الفلسطيني وداعمة لكافة الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية على الصعود كافة لوقف هذا العدوان ومنع تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة. تجسد العلاقات الفلسطينية المصرية نموذجاً للتعاون والتضامن بين الأشقاء العرب، ومن خلال جهودها الدؤوبة أثبتت مصر التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وإذ تستمر هذه الجهود يبقى الأمل معقوداً على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.